نروح مع حضراتكم لقطاع الكهرباء اللي شغال حقيقة بخطوات سريعة للغاية عشان يتحول لشبكة ذكية بشكل كامل، وده من خلال تركيب عدادات ذكية لكل المشتركين، بالإضافة طبعا إلى إنشاء مراكز تحكم ذكية في كل القطاعات. تسعى الدولة لتحويل الشبكة القومية للكهرباء إلى شبكة ذكية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في كشف سرقات التيار الكهربائي وتقليل زمن الانقطاعات الناتجة عن المشاكل الفنية، وذلك من خلال تركيب 250 ألف عداد ذكي في إطار المشروع التجريبي الذي تنفذه الوزارة في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات لمستخدمي العدادات الذكية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تحكم ذكية. الشبكة الكهربائية الذكية لها العديد من المميزات، أهمها كشف سرقات التيار الكهربائي أولاً بأول وتحديد مكان السرقة بكل سهولة، علاوة على تحديد مكان الأعطال بشكل سريع مما يساهم في تقليل زمن الانقطاع عن المشترك. العداد الذكي يتميز بأنه يمكن المستهلك من الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة، مثل الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلووات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلووات، وكذلك استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، وأيضاً الاستهلاك الكلي التراكمي. الحكومة تدرس تحويل العدادات مسبوقة الدفع التي توجد على الشبكة القومية للكهرباء حالياً، ويبلغ عددها ما يقارب من 10 مليون عداد، إلى عدادات ذكية لمواكبة التطور التكنولوجي بالقطاع بهدف تقليل الأعباء على المواطنين.